السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة حذف سجل البحث في اليوتيوب وحذف سجل المشاهدة في اليوتيوب، يعني الكلمات او المقاطع اللي انت بحثت انها تبقى موجودة والبعض يبغى يحذفها، ما يبغى احد يشوف ان بحث عن مقطع معين، وبرضو الفيديوهات اللي انت شفتها تبقى موجودة والبعض او الكثير يعني يبغى هذا الشيء خاص فيه. نتعرف على الطريقة مع بعض، ندخل على اليوتيوب. طبعا انا شرحي خاص في جهاز الايفون، الاجهزه الاخرى زي الجلاكسي او غيره تقريبا يعني نفس الطريقه. هنا سجل المشاهده، الفيديوهات الموجوده اللي اخر الفيديوهات اللي انا شفتها، وسجل البحث. لما تضغط على ايقونه البحث تطلع لك جميع المقاطع او الكلمات اللي بحثت عنها. طريقه حذفها بسيط جدا، نضغط على هذه الايقونه يعني على قناتك نفسها، او نضغط على الاعدادات من هنا، تطلع لي مجموعة خيارات، من ضمنها نزل تحت، من ضمنها يقول لك هنا محو سجل المشاهدة يعني الفيديوهات اللي انت شفتها. لما نضغط على هذا الخيار من هنا تطلع لي هذه العبارة، يقول لك هل تريد محو السجل يعني الفيديوهات اللي انت شفتها؟ اذا تبغى تمسحها اضغط على محو السجل، انا ما ابغى امسحها، ابغى اخليها. اضغط على الغاء. محو سجل البحث، الكلمات اللي انت او الفيديوهات اللي انت بحثت عنها يعني تبغى تمسحها، نضغط على محو سجل البحث، ونفس الكلام يقول لك محو سجل البحث في جميع الأجهزة اللي انت مسجل فيه الدخول في قناتك. طريقة بسيطة جدا. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اتمنى يعني منكم الضغط على اشتراك ودعمي بالقناة والضغط على لايك. اشكركم على المتابعة، وفمان الله.